مشهورات وجميلات، هن صورة تتمنى الكثيرات أن تتشبه بهن. وسيدرا هي أحدى السيدات المواظبات على زيارة مركز التجميل من أجل العناية بوجهها وبنفسها كي تبقى دائماً فتية وجميلة. بلشت أعمل نتوياج لوجهي كل تقريباً كل 3 أشهر مرة، وبعمل سوان، كل شيء أنواع سوان، بعمل شيء إكلال لوجهي، على طول بهتم بحالي. وكمان بخصوص جسمي بعمل سكراب دائماً لجسمي، وبعمل مساج وبحط كريماتي، والحمد لله أنه بعتقد أنه بعدها بشرتي كتير حلوة وكتير منيحة. ليلى عبيد أخصائية التجميل هي صاحبة هذا المركز التجميلي المميز والمشرفة عليه، والذي يقوم بكافة خدمات العناية بالبشرة ولكافة الأعمار. الأساسيات هي أنه بداية سن 16 يكون في تنظيف أساسي. المرحلة إذا كانت السيدة هي فتاة يما أنجبت، هالأمور بتغير، بتعمل تبدلات إن كان بالوجه أو بالجسم. والمرحلة اللاحقة يلي هي ما بعد سن اليأس، يلي هو بتصير مرحلة إلزامية فيها العناية. دايما السبا في له زيارة خاصة من كل الأعمار ولكل المراحل ولكل المشاكل. لا تحصد العناية نتائجها بشكل فوري، بل تأتي إثر عملية اهتمام مستمرة، والمركز التجميلي لا يملك عصا سحرية فورية. ما في عصا سحرية بتخلي الشخص يقول بدي يصير أحلى وبصير أحلى. سندريلا صعب كتير، لازم الإنسان يقول لنفسه أنه في مراحل، حتى المراحل بيكون فيها فتى وجون الفتاة، أما الشاب هي أكثر المراحل يلي بحاجة لعناية. تغير اهتمام السيدات بين الماضي والحاضر، وأصبح الجمال والمحافظة على الشباب هاجساً قابعاً في أذهان الكثيرات اللواتي يولين الاهتمام لكافة مراحل العمر. أنا اختبرت مع نفسي، أنا كبرت مع شغلي، بلشت بعمر 17 وأنا هلأ بمرحلة كتير أبعد من 17. اكتشفت أنه الإنسان كل ما يبلش بكير، كل ما يتعرف على جماله ويتعرف على بشرته ويعرف قدي مهم يعتني فيها، قدي هي بتعطي وتخليه يبتسم بالمراية. وأنا دايما ببتسم وبحس أنه المرحلة اللي اهتميت فيها كتير أنا هلأ عم بحصدها. على الرغم من أن الجمال والحفاظ عليه بات مصدر قلق واهتمام للسيدات، لا يجب أن نغفل إجماعا على أن الجمال الحقيقي يبقى جمال الروح والذي ينعكس دائماً على الوجوه. هنا في مملكة الجمال هذه تهتم المرأة بجمالها، لا يهم الوقت ولا يهم المال، المهم المحافظة على نعمة الجمال والشباب قدر المستطاع. ميرنا غرزوزي اليوم على الحرة بيروت.